بقول لك يا رافع. يا فندم. عينك على المزرعه الثالثه، لو حصل اي تحرك او شفت اي حاجه تبلغني على طول. تمام سيادتك يا فندم. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك. فاكتبه اللهم لي في ميزان حسناتي. فاجعله في ميزان حسناتي. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمد رسول الله. واشهد ان محمد رسول الله. كلمة عليها نحيا. كلمة عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وبها نجاهد في سبيل الله. وبها نجاهد في سبيل الله. وعليها نلقى الله. وعليها نلقى الله. الله أكبر. 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 أنت عارف احنا اغلبنا في جمهورية مصر العربية ما شفناش حروب يعني، لكن الحرب حصلت واحنا موجودين في بيوتنا. كان الجيش المصري بيقوم بمجموعة مذهلة من الملاحم والبطولات المستمرة دون انقطاع، دون انقطاع 10 سنين تقريبا، 10 سنين. المبهر في الموضوع ان احنا في الداخل المصري احنا ما حسناش، وده شيء مبهر وعظيم انه جيشك كان بيحارب وبيحميك وفي نفس الوقت انت مش حاسس وحياتك ماشية بشكل طبيعي وعادي، بل بالعكس، وعجلة تنمية وعجلة اقتصاد وشغل وتعليم وفسح وكل حاجة. فلما تيجي تشوف على سبيل المثال مسلسلاتنا الملحمية اللي انا بحب انها تبقى كتير قدر الامكان، تشوف السنة دي مثلا الكتيبة 101. معانا على التليفون مؤلف الكتيبة 101 إياد صالح. ازيك يا إياد؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس الحمد لله. إياد صححني لو انا غلطان، الاعمال الملحمية والبطولية دي بيبقى فيها صعوبة شديدة في الكتابة والسردية بتاعتها، لانه اظن، وصححني بقى، ده انا باخد رأيك فيه، انت واقع ما بين شقي الراحة، الملحمة والبطولة، والبعد الإنساني بتاع أبطال العمل. طبعا بتقدر إنك تؤلف ما بينهما إزاي؟ مش بس التأليف أي الكتابة، ولكن إنك تؤلف ما بين القلبين لو صح التعبير، القلب الملحمي والقلب الإنساني. طبعا الصعوبة الكبيرة في النوع ده من الأعمال ليها علاقة بفكرة إن أنت تتعامل مع جزء حقيقي جدا، احداث حقيقيه حصلت على مدى زمني طويل. لو احنا بنتكلم على القطاع 101 في شمال سيناء، فهو الحرب على الارهاب بدا من 2011 لحد قريب، وبالتالي انت عندك قصص كتير جدا جدا حقيقيه، عمليات كتير جدا حقيقيه، ابطال كتير حقيقيين، عشان تحكي حكايه المعارك اللي خاضوها والعمليات اللي خاضوها. ده صعب. كمان عايز تحكي ازاي الحياة نفسها كانت الحياة الطبيعية، حياتهم هم الحياة الطبيعية وحياة اهالي سينا في الوقت ده. فانك تعرف تحول القصة دي لعمل درامي الناس تتفرج عليه وتتفاعل معاه، ده مجهود كبير، وفي صعوبة ان انت ازاي تبقى بتتعامل معاه بدقة شديدة عشان كل حاجة المفروض انها تكون موزونة بشكل واضح. انت بالتاكيد قريت حاجات كتير جدا من وثائق القوات المسلحه، اكيد اطلعت على فيديوهات كتير، صور حقيقيه، مشاهد حقيقيه تم تصويرها في بعض الاماكن ولبعض الاحداث، مش كده؟ طبعا طبعا انا لانه كل شيء تم هو موثق موجود بالصور بالفيديوهات بالناس اللي شاركوا فيه، اللي ما زالوا في الخدمة واللي خارج الخدمة، يعني كل حاجة موجودة، يعني كل حاجة موجودة وموثقة. قبل هذا الاطلاع
حقيقي ده سؤال بجد يعني، هل كانت تصوراتك عن الحرب الإرهاب، عن الحرب على الإرهاب قبل اطلاعك على كل ده هي نفس تصوراتك فيما بعد الاطلاع؟ الفارق كان حجمه قد إيه؟ الفرق كان كبير. خليني أقول لك الحقيقة، هو طبعا أنا كنت مدرك أنه في حرب على الإرهاب في سيناء، بس بعد ما ابتديت أشتغل على العمل ابتديت أشعر أنه إيه، هو إحنا عشنا الحرب بس ما حسيناش بيها. صح. يعني هي حرب حقيقية، حرب 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 فيها تخطيط وعمليات وقوات وصعوبة كبيرة جدا جدا جدا، احنا ما كناش شايفينها بالشكل ده. احنا كان عارف تخيلك كان بيبقى شبه التخيل العمليات الإرهابية اللي بتحدث في العاصمة. فاهم؟ فاللي هو في عملية إرهابية حصلت في سيناء، لكن هي مش عملية إرهابية، هي حرب. وبالتالي الحاجة اللي أنا كان نفسي أنها تكون أكتر شيء واضح في مسلسل الكتيبة، وكان بيتفق معايا بتاع المخرج محمد سلامة، هي فكرة إزاي هننقل للناس أنه كان في حرب بتحصل في سيناء على مدى سنين كتير، شارك فيها ناس كتير، إحنا محتاجين أن إحنا نقدمها للناس عشان يشوفوها إزاي هي كانت بتحصل. بالإضافة أنه في تحدي خاص للحرب دي، إنها حرب بتحصل في وسط أهالي سيناء، بمعنى إنه في تحدي كتير عند القوات المسلحة في الحرب دي لاستهداف العناصر الإرهابية خلاص من غير ما يحصل أي ضرر للأهالي، لأن العناصر دي بتحتمي في وسط الأهالي. صح صح. إياد أنا عايز أشكرك جدا على هذا المسلسل وعلى هذه الكتابة وعلى إبراز كل النقط دي ما بين الملحمة وما بين الإنسان. حقيقي أشكرك جدا 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 يا إياد، وبالتوفيق طول الوقت. كل الشكر. كل الشكر. أنا بشكرك جدا جدا جدا، وبتمنى يعني أنه العمل يعني يلاقي النجاح، وأنه الناس تكون تتفاعل معاه وتشوف كل الأحداث اللي حصلت فيه. لا هو لقى النجاح خلاص، اطمن على الحتة دي. الحمد لله. أنا بشكرك جدا يا زياد، ألف ألف يا إياد، أنا آسف. كل الشكر ليك إياد صالح مؤلفنا.